شاهين، هو من يحتل على الصدارة لهجن الرئاسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. من يتابع هذا الانطلاق ثاني المراكز مزعل، تعود الملكية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي الخطير. من يتابع انطلاق وصول مع المركز الثالث من اللي وصل مشاهدينا الكرام، وانطلق في هذه اللحظات الأسد لمعالي الشيخ محمد بن بطيء آل حامد محمد بن سعيد بن بروك الحميري في عملية التضمير، وصول مع المركز الثالث. ومن المركز الثالث إلى المقدمة مباشرة العابر يعبر من مركز إلى مركز، تعود الملكية لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان. رابع المراكز ياتي هنا ينطلق منازع، تعود الملكية لسمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان، ولكن التدخل من منازع لسمو الشيخ محمد بن مر بن مكتوم المكتوم سعيد بن عبيد السبوسي في عملية التضمير. خامس المراكز ياتينا هملول لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم العامري، يتابع انطلاقه. هكذا ندى شوطنا هذا، نعود حيث البداية، نعود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. من يسيطر في المقدمة مع البداية الأولى؟ هنا ينطلق الجميع. هملول، هملول سيطر مع البداية، يعود الملكية لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم العامري في عملية تضميره. المركز الثاني مزعل، مزعل تعود الملكية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد الخطير. من يتابع انطلاقه؟ يتقدم الأسد مع المركز الثالث لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد محمد بن سعيد بن بروك الحميري في عملية تضميره. المركز الرابع ياتي هنا العابر لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان الصادق فضل الأمين في المتابعة والتضمير، منازع مع المركز الرابع أو الخامس. خامس المراكز منازع لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم سعيد بن عبيد السبوسي في عملية التضمير. المركز السادس شاهين لهجن الرئاسة، هنا من يتابع انطلاق المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، وصل قلفار مع المركز السابع لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سالم سهيل بن سالم العامري في عملية التضمير. والبطل يتقدم لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي في عملية تضميره، وصول من معزم لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع يتولى عملية التضمير. هكذا النداء مشاهدينا الكرام، نعود حيث البداية، نعود إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول. من يسيطر مع البداية؟ يتقدم الجعادين مع شوط الختام. يا سلام يا هملول، هملول مع البداية، سلالة هملول مع الشوط في مقدمة هذا الشوط. تعود الملكية لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسم سهيل بن سالم بن سهيل العامري في عملية التضمير. من يتابع هذا الانطلاق لهملول المركز الثاني؟ ياتي وينطلق الأسد لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد، هنا محمد بن سعيد بن بروك الحميري في عملية تضميره. شاهين يتقدم لهجن الرئاسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الرابع يتقدم وينطلق منازع لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم سعيد بن عبيد السبوسي في عملية التضمير. هكذا مسار الشوط، شوط الختام. يا ترى من سيسدل ستار هذه الفترة المسائية التي خصصت للقاء أصحاب السمو الشيوخ؟ شوط الختام مشاهدينا الكرام، البداية هلولة والمقدمة هملول، هملول في المقدمة، يعود الملكية لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم بن سهيل العامري. من يتابع هذا الانطلاق؟ المركز الثاني شاهين، وصل شاهين، تقدم شاهين لهجن الرئاسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. من يتابع هذا الانطلاق؟ المركز الثالث، بدأ ينطلق الأسد، تقدم الأسد، وصل الأسد لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد محمد بن سعيد بن بروك الحميري. حان موعد الأوامر، شوط
شوط الختام، شوط الختام المجازف يقدم مشاهدينا الكرام شاهين ويبحث عن النقطة 12 في هذا المساء للتوالي. 12 نقطة نقولها من الحين، 12 نقطة نقولها من الحين يا المجازف، أسعد الله مساك على هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لهجن الرياسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. أسعد الله مساك يا أبو سعيد للمرة الثانية عشر على التوالي، للمرة الثانية عشر على التوالي بشعار هجن الرياسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. قبل ما يصل إلى خط النهاية معلن فوز وانتصار شاهين، غادر إلى الناموس. سلام الرياسة، سلام، سلام المجازف، سلام، سلام أبو سعيد، سلام، سلام بن زيتون، سلام، سلام المؤسسة، المؤسسة العملاقة مؤسسة هجن الرياسة هي من تعلن الناموس ومع النقطة 12 وبالأخص معك المجازف محمد بن زيتون المهيري. المركز الثاني الأسد لمعالي الشيخ محمد بن بطيع الحامد. المركز الثالث هملول أو منازع، منازع، منازع بالفعل وصل، منازع غير مع المركز الثالث، تعود الملكية منازع لسمو الشيخ محمد بن مر بن مكتوم المكتوب. المركز الرابع البطل لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب. المركز الخامس هملول لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي. ننتظر التوقيت الزمني من المخرج العزيز أسامة الهواري من يوافينا بالتوقيت الزمنية لكل شوط. وهي أمامكم قناة ياسا الرياضية وهي العادة. شكرا أبو طلعت قطع المسافة شاهين في زمن وقدره 7 دقائق 46 ثانية 8 ملك زاد. تهانينا والناموس لهجن الرياسة والتهنئة للمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. الأسد لمعالي الشيخ محمد بن بطيع الحامد. محمد بن سعيد بن بروك الحميري تهانينا والناموس. قطع المسافة في زمن وقدره 7 دقائق مشاهدين الكرام 49 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس. المركز الثالث كان من نصيب مشاهدين الكرام موصل في ثالث المراكز منازع لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم سعيد بن عبيد السبوسي في عملية تضمير قطع المسافة في زمن وقدره 8 دقائق 3 ثواني 4 من الأجزاء. هكذا كان. تهانينا والناموس لسعيد بن عبيد السبوسي، تهانينا والناموس للجميع.